ختام فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة كان امبارح. بالنسبة لينا احنا في مصر وبالنسبة لسنة تانية مهرجان، فاحنا عملنا تقدم كبير جدا بعد 50 يوم من الفرح والمرح والعروض الفنية والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية المبهرة. كل الفعاليات يمكن شاهد ليها الجميع ان هي حققت نجاح ساحق، ويمكن هنتكلم على هذا الامر بلغة الارقام على مستوى التنظيم، على مستوى الأنشطة، على مستوى الفقرات اللي تضمنها هذا المهرجان بعد ما سجلت كل هذه الأنشطة ورفعت شعار نجاح كبير واستثنائي وغير مسبوق على الإطلاق. طبعاً ما فيش شك إن مهرجان العالمين الجديدة قدر يأكد على مكانة مصر ووجودها على خريطة السياحة والترفيه الدولي. مهرجان العالمين لعب دور مهم جداً في إنه يروج للاستثمار في الساحل الشمالي، وده غير إنه زود من مساحة القوة الناعمة المصرية وتأثيرها وكمان انتشارها، وده شفناه وتابعناه مع بعض في جدول فعاليات المهرجان اللي ضمت مجموعة متنوعة من الحفلات لأبرز نجوم الغنى في العالم العربي كله. يمكن شفنا ده على شاشات المتحدة، وتابعنا أيضاً بخلاف الحفلات الفنية اللي كانت دايماً بتبقى في الويك إند، تابعنا العروض المسرحية. كان في كذا عرض مسرحي لأهم النجوم والفنانين المصريين، شفنا كريم عبد العزيز، شفنا أشرف عبد الباقي، شفنا أيضاً فعاليات رياضية كتير. فعاليات رياضية ربما كانت استثنائية بامتياز، شفنا ألعاب كتير جداً عملت بطولات، الجودو والبادل و كرة المضرب وأشياء كتير جدا. طبعا ده غير المهرجان إنه اهتم بالطفل هذا العام. مهرجاننا قدم حاجة اسمها مهرجان نبتة للطفل. المهرجان ده كان مخصص للطفل اللي يعني خدموا المهرجان في عدد كبير من الورش لصناعة المحتوى الخاص بالأطفال، وغيرها من الفعاليات والعروض اللي اهتمت بصناعة الطفل من بداية طفولته ولغاية سن المراهقة. 50 يوم من الفرحة ومن الفعاليات، 50 يوم شفنا فيهم كل ما هو استثنائي في عالم الفن والرياضة والثقافة. نسخة تانية قوية من مهرجان العالمين الجديدة، وإن شاء الله هنشوف نسخة أقوى بكتير في السنة الثالثة السنة الجاية.